فنانين كتير الفترة اللي فاتت ساهموا على قد ما يقدروا في مساعدة سوريا بعد الزلزال المدمر اللي راح ضحيته الآلاف وشرد أعداد كبيرة من منازلهم، ورغم إن بعضهم متأخر في الاستجابة للنداءات إلا إنهم في الآخر قدموا اللي يقدروا عليه، وكان آخرهم هيفاء وهبي. الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي استجابت لنداء استغاثة كان أطلقه إعلامي سوري اسمه ماجد العجلاني بعد ما طالبها بالتبرع بحوالي 500 علبة حليب لأطفال سوريا بعد الزلزال. الاستغاثة دي سببت حالة كبيرة من الجدل والانتقادات لهيفاء وهبي اللي استنت لغاية لما يطلع نداء محرج ليها قدام الناس كلها، وده علشان تتبرع لأهل سوريا في الوقت اللي العالم كله شايف فيه الوضع قد إيه سيء على أرض الواقع. وفعلاً استجابت، ونشر ماجد العجلاني مقطع فيديو لوصول علب الحليب لسوريا، وعلشان ما تبقاش مكشوفة قوي ضاعفت هيفاء وهبي الكمية علشان توصل لألف علبة حليب للأطفال المتضررة من زلزال سوريا. ماجد العجلاني حط هيفاء وهبي في موقف صعب جداً، ولما طلع اتكلم واختارها بالاسم علشان تتبرع لأطفال سوريا، وقال إنه قابلها مرتين في حياته وسمع منها كلام جميل عن الشعب السوري. طبعاً وبذكاء منها نشرت هيفاء وهبي فيديو الإعلامي السوري على الإنستجرام عندها، وقالت أنا قلبي ليكم وتحت أمركم، وبعتت رسالة للعجلاني وقالت له من عيوني وقلبي اللي بتردوه بيصير. وخلال أقل من 24 ساعة كانوا الألف علبة في سوريا. وطبعاً وكالعادة لازم في المواقف اللي زي دي يحصل مزايدات. في ناس كتير هجمت الإعلام السوري وقالوا له إنه بيستغل الموقف علشان يحقق ترندات وبيختار أي موضوع مثير علشان يقرب من الفنانين ويتشهر على حسابهم. عموماً هيفاء وهبي ما كانتش محتاجة حد يشجعها على المساعدة، ومن أول يوم للزلزال وحدوث الأزمة بتنشر استغاثات الهلال الأحمر العربي على حساباتها وبتشجع الناس على تقديم كل المساعدات لأهل سوريا. ده غير استغاثات اليونيسيف اللي من أول يوم بتشجع على حماية الأطفال في سوريا بعد نزوحهم من منازلهم وتعرضهم للخطر بعد الزلزال القاتل. وفي الغالب دي مش أول مساهمة ليها في الأزمة، بس الإحراج اللي تعرضت ليه كان سبب إنها تنشر وتشارك في فيديوهات قدام الناس كلها. ومش هيفاء وهبي لوحدها اللي اتحطت في الموقف ده، من ساعة ما حصل الزلزال وكل الفنانين بيتعرضوا لنوع من الضغوط علشان يتبرعوا أو على الأقل يجهروا بأنهم قدموا حاجة لمساعدة أهل سوريا، وعلى رأسهم أصالة اللي اتبهدلت جامد لدرجة إن بنتها شام طلعت دفعت عنها وقالت إنها طول عمرها بتعمل الخير وبترعى وبتكفل أسر بحالها وما تستاهلش أبداً اللي بيحصل لها ده. وفي النهاية إحنا بنتمنى لكل أهالي سوريا وكل المتضررين من الزلزال إنهم يبقوا في خير، وبنتمنى للعالم كله إنه يبقى في خير وسلامة دايماً. دعواتنا لأهل سوريا.